سلام الله عليكم. عندنا هذا الوالد الله يمن عليه بالشفاء، طبعا عنده 3 أمراض، عنده الرب يعني الرب وما يقدرش يمشي، أيضا عنده مرض القلب وعنده مرض الكبد، يعني لا حول ولا قوة إلا بالله، 3 أمراض يعني بالعمر هذا بالجسم هذا ما يتحملش. هو كان عايش بداخل قرية، جاء عندنا محافظة إب، استأجر غرفة على هو بنته يعني. الله أنا لما أدخل الغرفة أستغرب ولا معهم أي شيء، يقول لي والله أنا لي أموت إلا من الجوع داخل البيت أنا وبنتي، إلا لو يعني خرجنا نسألها كذا. قالوا ما أقدرش أمشي الآن، يحتاج له قلب، ما أحتاج عملية، أنا ما أعيش عملية. قال يبدو لي بس علاج حق القلب وحق الكبد الذي حتى أعيش به. قال أنا أشتي أعيش، ما أعيش عملية ما عملية، أنا ما أفكر بيش لأنه ما وجدش مؤكل. أنا أتمنى أولا إذا في منظمات تسعف الناس، يعني هذا يعني ناس يموتون، يحتاج بس علاج قلب وعلاج الكبد، علاج الرب ما بوش. ايضا على مستوى المواد الغذائيه كله بنته ما بوش معهم. الان سكن بغرفه ايجار ب 20,000، قد عمره 3 شهور، قد صاحب الغرفه اشتي خرجه. انا اوجه رساله الى كل من شاهدها، الاب هذا اعتبره ابوه، يعني والله انه واحد يزعل لما بصير بده يخرج وبنته تبكي ويقول تقول اسعفوا ابي عينه، من يعالجه ما عنديش حاجه. فانا اتمنى يعني من اصحاب القلوب الرحيمه، فاعل الخير، محبين الاجر، اولا يعني نشر الفيديو على سبيل تساعد الناس، ايضا اصحاب الصيدليات الفعل الخير جيبوا له هذا العلاجات، استسددوا لهم الايجار، جيبوا لهم مواد غذائيه، اضاءه، اي شيء، وجزاكم الله الخير.